احنا بقى نايمين في امان الله. خبطوا على خيمة اطفال فيش فيها فيش ولا مقاومين هنا ولا في اي حاجة. انا احنا عايشين في مخيم محترمين ومحترم حالنا بنحب الناس. مدرينا اللي في الليلة اللي هواي بتخبط. خبطت كذا يعني عندنا 3 اطفال شهداء. وعندنا يتامى هنا المنطقة هذه لليتامى وللارامل اللي احنا مخلينها. واحنا هنا المخيم عندنا اطفال صغار زي هيك. زي هيك اللي استشهدوا كلهم عمرهم 4 سنين 3 سنين. الحمد لله هذا ابتلاء من الله ابننا لازم نتحمل. عندنا 3 شهداء 3 شهداء اطفال. حرق الدنيا الصاروخ حرقنا حريق. كلنا من غزة كلهم من غزة هنا موجودين. احنا جينا على الجنوب من زمن يمكن اول الحرب احنا جينا. احنا ناس مسالمة. اسرائيل تخبطنا واحنا نايمين غامضين نايمين في فراش لابدين في فراش الدنيا سقعة. الشتاء اكلنا السقعة اكلتنا الجوع اكلنا. ايش بدنا نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل بس على كثرة الاطفال. تابعنا في الجوع.